صباحنا مكمل معكم مشاهدينا، وفقرتنا الحواريه هلا راح تكون طبيه، خصصناها لحتى نحكي اكثر عن الامراض اللي ممكن تصيبنا بهيدي الفتره، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، مع الاكلات اللي ممكن نحن نتناولها خاصه بفتره العيد فاتن. نحن بنعرف انه يعني خليني احكي عن حالي، انه انا كمان مكثر اكل شوي بهيدي الفتره، وحلويات وقصص وحراره وشوب، وممكن هيك يصير في عندنا خربطه شوي بالهضم. صحيح صحيح، يعني كان مثل ما قلتي انه كلياتنا بنكثر، ما بس انت، كل الناس يعني هيدا بيكون وقت عطله وقت فراغ، وعم بيكون في زيارات عائليه، وعم بيكون في طلعات وفوتات، ومثل ما قلتي يمكن الشوب كمان بياثر، فلهيك لازم الواحد يعتني بهيدا الموضوع وينظمه مشان ما يكون في اثار جانبيه. هيدي التنقلات بالشمس، وخاصه انت معك نهار طويل فبدك تروحي، يعني فتره العيد هي كمان للزيارات وللقصص، الواحد بده يتحرك كثير، فممكن شوي تاثر علينا. لحتى نحكي اكثر بتفاصيل هيدا الموضوع، معنا بالاستديو الدكتور علي بركات اخصائي هضميه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا فيكم، كل سنه وانتم سالمين جميعا يا رب. سعد صباحك دكتور، صباح الخير لحضرتك. مثل ما قلنا يمكن بالعيد كلياتنا بناكل كثير، وكلياتنا بيكون عندنا فرصه اكثر لحتى انه يكون عندنا وقت فراغ نملي بزيارات، وبتعرف الزيارات بقى فعم بيكون في لها قصص يعني ممكن تاثر على الصحه. اكثر الاشياء اللي بنشوفها يعني هضميا شائعه بفتره العيد شو هي؟ هلا هون بهالاوقات هيدي عم يكون في التهابات الامعاء، التسممات الغذائيه مثل ما حكيتوا بسبب الحراره، يعني اغلب الوجبات السريعه هي عم تكون معتمده على المايونيز اللي بده تبريد بسبب ظروف الكهرباء او عدم توافر الظروف المناسبه لهالمكونات هيدي لتكون بالوضعيه الصحيه لتتقدم للشخص. عم يكون في كثير تسممات غذائيه، عم يكون في كثير التهابات امعاء، يعني عداكي عن الامراض الثانيه اللي بتنتقل من شخص لشخص، واحد مريض، واحد عم يشكي من اي انتان تنفسي مثلا، تنفسي علوي مثل التهاب القصبات مثلا، او مريض مقرب يعني بالعاميه، خصوصي على تبدلات الطقس هلا. تماما. فكله رح ياخذ الناس مباوسه ورح يسلم ايد بايد، ف خاصه يعني بالعيد يعني انه الواحد بده يعايد وهيك، فممكن تنتقل هيدي الامراض بهيدي الفتره اكثر. تماما. طيب هلا يعني كمان ذكرت موضوع كثير مهم، انه بتكثر بهيدي الفتره التهابات الامعاء. الاعراض اللي ممكن نحن نحس فيها او تشير انه نحن بلش معنا التهاب او رح يصير معنا التهاب، يعني هي مؤشرات بتكون اعراض ممكن تكون مسبقه، او هي بتصير اعراض مفاجئه واعراض واضحه جدا، نحكي عن هذا الموضوع اكثر. هلا هون رح نحكي بشغلتين، في عندنا بدايه موضوع التسممات الغذائيه. هلا اغلبها هيدي التسممات الغذائيه رح تودي بالمحصله غالبا لالتهاب امعاء بسبب تلوث الاطعمه هي. يعني التلوث هذا عادة عم يكون فيروسي، عم يعمل التهاب أمعاء فيروسي. هو المريض عموما رح يشكي من قلة حيل، رح يشكي من آلام مفاصل، يعني بيجي المريض بخبرنا أنه والله أنا حرارتي طالعة، عندي سخونة كتير، عندي وجع بمفاصلي، كل جسمي مهدود، الوهن العام هذا عموما. عم يشكي من آلام أسفل الظهر كمان، عم تكون هيدي الوهن والترفع الحروري ناجم عن هالإنتان هذا. رح يجينا المريض بغثيان، عم تلعي نفسه، ممكن يكون في إقياءات، طبعا معنا ضرورية، ولكن قد تكون بمعظم الحالات موجودة الإقياءات. يعني. تماما تماما، الغثيان والإقياء، الآلام البطنية رح تكون موجودة خصوصا بمنطقة حول السرة، رح يكون عم يشكي منها المريض، وغالبا رح يخبرنا المريض انه حاسس انا مثل كانه بطني عم يتقطع، انه عم يوجعني بطني ألم كثير. شديد. ايه صارخ يعني بيكون الالم ما بي الالم ليك شدته بتتفاوت صراحه، شده الالم، وعاده هو الم رح يشتد ويخف عند المريض، ولكن غالبا بيبقى موجود لو بدرجه خفيفه. رح يعاني المريض من اسهالات، هالاسهالات غالبا رح تكون مائيه. دكتور تشبه اعراض الكولون، يعني هذه الاعراض اللي عم تذكرها بالالتهابات الى حد ما ممكن تكون في شيء مشابه، خاصه نحن عم نحكي انه فتره حراره، انه ممكن يكون الشخص من الاشخاص اللي ممكن يقولوا وتاب بالمعده، فهون بدنا نميز اكثر انه كيف بيكون
الالتهاب عن هيدي القصص الثانيه. هلا هون الحراره هي اللي بتميز بدايه، الترفع الحراري هو اللي بيميز بدايه. رقم اثنين التهاب الامعاء هو انتان حاد، صار بشكل مفاجئ، صار بهيدي الفتره قريبه، بينما امراض الكولون يعني نمط الاسهال من الاي بي اس هذا النمط عم يكون على مدى طويل، الم على مدى اكثر من 3 أشهر عم يعاني منه المريض، ما بيجي بشكل حاد ومفاجئ، مو اول مره بيصيبه للمريض باستثناء الاعمار الصغيره طبعا اللي ممكن تكون اول هجمه، ولكن المريض عموما بيكون متعود على هجمه الاي بي اس او تشنج الكولون، بيعرف. بينما هون في عندي وهن عام مثل ما خبرتك، في عنا ارتفاع حراره، في عنا مريض عم يشكي من لاعية نفس، عم يشكي من وجع ببطنه، عم يشكي من اسهالات، وطبعا هون بالقصه ضروري جدا يعني رح نستجوب المريض ورح نساله، رح يذكر لنا موضوع انه هو اكل شيء من برا البيت اما باليوم السابق او باليومين السابقين، طبعا حسب الانتان حسب الفيروس او الجرثوم المسبب. هون بدي استغل هالنقطه هيدي لاحكي عن شغله بخصوص الصادات الحيويه. احنا بالتهابات الامعاء اغلبها سببها فيروسي، فيروس اسمه النورو فيروس اغلبها باكثر من 85% من الحالات، يعني هيدي الحالات هي غالبا محدده لذاتها، يعني بدها حوالي 3 أيام للخمس ايام للطيب بشكل تلقائي بدون اي تدخل، الا في حال عندي اسهال شديد انا ممكن اعطي المريض ادويه تخفف له هذا الاسهال، اعطي للمريض ادويه تخفف له الالم البطني. ولكن موضوع الصادات الحيويه هون موضوع مهم جدا، مو يعني اذا في حراره انا لازم اخذ صاد حيوي، لانه غالبا التهاب الامعاء هو فيروسي مو جرثومي. نعرفه نحن التهاب الامعاء الجرثومي لما بيكون عندنا فرضا اسهالات فيها دم، اسهالات مدمات، يعني لما نساوي فحص براز لهذا المريض بنشوف في عندنا شيء بنسميه منتجات الكريات البيض، بنعايرهم بالبراز لهدول بنشوفهم طالعين، بنعمل تحليل دم بنشوف في تعداد عالي. فهون انا رح ميز بين الانتان الفيروسي والجرثومي من جهه، ومثل ما حكيتي انت بين هجمه التهاب كولون او عفوا هجمه تشنج كولون او موضوع التهاب امعاء. هلا الالتهاب الامعاء وتحديدا اذا بدنا نحكي بفتره العيد هلا عم بتكون نتيجه يمكن السبب الاول اللي ذكرته اللي هو شائع كثير، هو فيروسي ما بده اي صادات حيويه، ما بده سبب القطع، ولكن بسبب ازعاج للشخص بيعيق حياته بشكل عام، ونحن بدنا نستغل العطله بالشكل الامثل. شو الاجراءات اللي ممكن نحن نتبعها خلينا نقول اسعافيا يعني قبل ما نستشير طبيب، وخصوصا بفتره العيد ما بيكون في يعني عيادات شغاله دائما لحتى نوصل للطبيب بشكل سهل. هلا كاجراءات رح احكي كاجراءات وقائيه مشان ما نوقع بهي المشكله سلفا، يعني بدنا نحاول قدر الامكان نتجنب الاكل من السوق او الوجبات السريعه عموما، اللي هي صراحة هي السبب الأول بهالمواضيع هي، بسبب إنه الأكل عم يكون في تلوث، يعني ما عم نوجه إصبع اتهام لحدا إطلاقاً، ولكن أي شيء حتى عنا بالبيت يعني نحن دائماً ما قادرين نحصل عقامة 100% حكماً رح يكون في شيء ملوث. فبالأجواء الحارة بالأماكن بمطاعم الوجبات السريعة هون البيئة مناسبة أكثر ليكون في عنا نمو بكتيريا أو فيروسات، ليكون الأكل ملوث عموما، يعني البيئة خلينا نقول مناسبة أكثر. فالنصيحة الأولى صراحة هي تجنب الوجبات السريعة، يعني تجنب هيدي الأكلات. لما حدا فينا بده يزور حدا اوكي، ما ضروري ياخذوا مباوسه مثلا، ما ضروري التقارب العميق، خاصة يعني قدر الإمكان العيد المذكرات بالبداية ممكن تكتر كتير هيدي القصص، يعني نكون احنا معرضين بشكل أكبر لهيدي لهيدي الالتهابات ولهيدي الأمراض. طيب هلا بالعودة شوية لموضوع الصادات الحيوية، لا بس بدنا نركز على هذا الموضوع، دائما بيقولوا في حرارة يعني في التهاب، فمن الأخطاء الشائعة اللي دائما الأشخاص بيتبعوها أنه فورا
ناخذ خافض حراره، ناخذ فورا دواء التهاب بغض النظر نحن ما بنعرف شو حالنا ولا بنعرف اذا رح يفيدنا او لا. فهون كيف بده يكون الاثر السلبي، خاصه نحن عم ندخل شيء على معدتنا واصلا معدتنا متهيجه وفيها التهاب وهي ما لها بحاجه هيدا الدواء. نحكي هون نوضح كيف الاثار السلبيه ممكن تنقلب على الشخص. هلا بدايه لنحدد الحاله اذا بدها صاد حيوي او لا، لازم في معايير خاصه نحن نشوفها، نتاكد شو العامل المسبب لنعرف هذا العامل المسبب هو بحاجه صاد حيوي ولا لا. فكره الالتهاب عموما لا تعني بالضروره وجود انتان جرثومي. التهاب كتعريف هو حدثيه ارتكاسيه بالجسم. الانتان هو الاصابه بعامل ما فيروسي او جرثومي، فلهيك في عندنا انتانات فيروسيه، انتانات جرثوميه، طفيليات بتلعب دور. بالنسبه لموضوع الصاد الحيوي هو وقائيا يلزم عند المرضى المضعفين مناعيا، لو عندهم انتان فيروسي هدول ممكن نعطيهم صادات حيويه وقائيه بسبب انه المرضى مضعفين مناعيا مثل مرضى الاورام مثلا، مرضى الداء السكري غير المضبوط، المرضى اللي عندهم امراض قلبيه مزمنه ممكن نخاف على هدول المرضى يتطور عندهم انتان جرثومي. الاثر السيء للصادات الحيويه انه انا عم اخذ صاد حيوي غالبا هو مانو مناسب لهال او مانو هو الصاد الدراج اوف تشويس او الصاد المختار او الصاد الافضل لهالعامل المسبب هذا، لانه نحن سلفا عم ناخذ هذا الصاد بشكل عشوائي وما بنعرف شو العامل المسبب اساسا. حبة ال 500 والله عفى عليها الدار، الازيترومايسين هلا الازيترومايسين له من ايام لسه في من ايام كورونا لهلا. حبة ال 500 يعني بيجيبوا لنا الحبه الحمراء والسوداء. تماما، الحبه الحمراء والسوداء هي دواء لكل شيء عم تكون. فالصاد الحيوي هذا رح ياثر على الشخص نفسه عموما وعلى المجتمع بصراحه، وهون الاذيه الاكبر، لانه نحن لما عم ناخذ صاد حيوي بغير مكانه بغير استطبابه بغير لزوم، نحن هون عم نعطي فرصة للجراثيم أن تطور مقاومة على هذا الصاد، لاحقا هذا الصاد ما عاد بيصير فعال. صحيح. يعني عم نشوف حالات لزروعات جرثومية عم يطلع فيها جراثيم معندة على جميع الصادات، والمريض عم يموت لهالسبب لأنه ما في أي صاد حيوي فعال. هذا راجع أغلبه للاستخدام العشوائي للصادات، يعني نحن عم نضر حالنا وعم نضر مجتمع كامل بهالتصرف هذا. فالافضل انا ما اخذ صاد حيوي بدون استشاره. يعني ما انه صعب موضوع الاستشاره انك تستشير باعراضك هيدي شو ممكن تاخذ دواء. الصادات الحيويه بالتهابات الامعاء الفيروسيه ما بتفيد، يعني ما راح تحسن المريض، ما راح تغير شيء من وضع المريض، مثل ما حكينا هي محدده لذاتها بالنهايه. تمام. يعني هي 3 ايام لخمس ايام، بعد مرور 3 ايام راح تبلش تخف الاسهالات عند المريض، الشخص يرتاح لحاله يعني. تماما. الشيء الاهم هون هو تعويض السوائل، نحن عم نخسر سوائل بالاسهالات، تعويض السوائل جدا جدا مهم بهي الحاله. في عندنا حميه بنعطيها للمريض يتبعها بالثلاث ايام هذول بالخمس ايام هذول، بس لتخفيف العبء مو اكثر من هيك ومشان ما يتضايق المريض. فالعلاج هون علاجنا عرضي بالمطلق، يعني عم عالج الاعراض اللي طالعه عندي انا. الصاد الحيوي لا يعطى الا بحالات خاصه بظروف خاصه وباستطبابات خاصه. هون الاملاح دكتور يعني اللي عم نحكي عنها ممكن تكون من خلال الشوربات او ممكن نجيبها من الصيدليه جاهزه، اي الافضل يعني ممكن تفيدنا اكثر؟ السوائل قصدي؟ السوائل. هلا مثلا في ناس مثلا احيانا بنحكي مع الطبيب وتحديدا اذا بدنا نحكي عن الاطفال يعني هن الاكثر عرضه للاصابه بهيدي القصص خلال العيد، انه اعملوا شوربات خضار، زيدوا كميه الملح شوي وخليها تكون منوعه، بتفيد هيدا القصص ولا لا؟ لازم دائما يكون في الاملاح المعدنيه اللي بتكون جاهزه من الصيدليه. الاملاح اللي موجوده بالصيدليه هلا هون الى استطبابين، الاستطباب الرئيسي لإلى هي حالات الكوليرا. حالات الكوليرا هون رح نحتاج املاح فعلا، لانه رح تكون عندنا اسهالات شديده وبكميات كبيره وفي فقد كبير للسوائل والشوارد والاملاح. بالنسبه لالتهابات الامعاء الثانيه يعني غير موضوع الكوليرا، هون الموضوع بيعتمد على شدة الإسهال، قد ايه عنده هذا، قد ايه عم يخسر هذا المريض سوائل. تعويض السوائل عندنا عم يكون من المي، وانت مش يعني السوائل كلها عموما يعني بلش عندك من المي، اي سائل
بتحبيه بتختاري فيكي تاخذي. دائما بيقولوا المشروبات الغازيه الساده ممكن كمان يعني دائما بينصحوا فيها بتساعد ايه ولا لا؟ يعني دائما بيكون في سؤال حولها. وصفة الشعبية على صراحة فائتها هي فقط انها سوائل، فقط انها سوائل يعني مثلها مثل المي، مثلها مثل الشاي، الزهورات، يعني كلهم سوائل بالمحصلة. وفائدة المشروبات الغازية هي فقط كسائل مؤثر من هيك، يعني ما فيها شيء مميز، بالعكس ممكن احيانا تقاتل الالام البطنية بسبب الغازات الموجودة فيها، اللي راح اذا مريض عنده اي بي اس او تشنج كولون راح تحرض له هجمه تشنج كولون، يعني راح تسيء الموضوع، بصير بشيء ثاني، بصير بشغلتين. تمام، بشغلتين سوا. طيب معناها هون خلينا يعني بختام حديثنا مع حضرتك دكتور نصائح عامه، كونه نحن عم نذكر خلال الحديث كنا كثير اخطاء شائعه انه ممكن تصير، فنصائح يعني خاصه بفتره العيد، يعني كيف الشخص لازم خلينا نقول يتبع الاجراءات الوقائيه لحتى ما يوقع بهيك امراض. النصيحه الاولى هي الابتعاد عن الوجبات السريعه عموما وبفتره العيد، يعني هيدي صراحة نصيحة بقدمها لكل المرضى انه الابتعاد عن الوجبات السريعة. هي شغلة. الشغلة الثانية موضوع نتجول بالشمس بهالاجواء هي هو موضوع جدا سيء، رح يخسرنا سوائل وممكن يعرضنا لضربة شمس او هيت ستروك، هون رح نوقع بمشكلة ثانية. موضوع التباعد شوي لما الناس عم تسلم على بعضها، اوكي بالمحصل الناس ما لها زمان مو شايفه بعضها، يعني فتقارب ما ضروري يكون موجود هالتقارب هذا، فينا نعبر عن محبتنا للاشخاص الثانيين بكثير اساليب ثانيه غير التقارب هذا. وعموما يعني هيدي التوصيات الشائعه والاهم، اهم شيء الصادات الحيويه، ما حدا ياخذ صاد حيوي بدون استشاره. تمام، هذا اهم شيء يمكن لازم ناكد عليه، اهم شيء لانه هذا عم ياذي شخص ومجتمع بشكل كامل. عم ياذي مجتمع بشكل كامل، يعني سواء بالتهابات الامعاء او الناس المقربين، يعني الناس اللي عندهم انتان تنفسي علوي، هو كمان هذا انتان فيروسي، كمان بده 3 ايام لخمس ايام ليطيب وتتحسن الاعراض، كمان هذا ما بده صاد حيوي، فكل الناس عم تتجه للصاد الحيوي بالانتانات هي. فالنصيحه هي ما تاخذ صاد حيوي، استشير، شوف شو الحاله بعدين على هالاساس. ايه يعني انت شوف شو وضعك، انت يا ترى بحاجه صاد حيوي ولا لا، بعدين على اساسها خذ صاد حيوي، في معايير لناخذه، والا فنحن عم نكون عم نضر حالنا وعم نضر مجتمع بكامله. تمام، اكيد ان شاء الله. وهيدي حالات واقعيه صراحه، يعني الزروعات الجرثوميه معنده على كل الصادات الحيويه، يعني والله هي حقيقه واقع عم نشوفه لهذا. وللاسف نتيجته عم تكون وفاه المريض لانه ما في صاد فعال، يعني نحن كلنا لازم نحط حالنا مكان هذا المريض اذا ضلينا عم نستخدم الصادات بشكل عشوائي. تمام، لازم يكون في وعي بهيدي النقطه، ان كان ما من الشخص نفسه، من قبل الصيدلاني اللي عم يعطي الدواء، من قبل الجميع، من قبل الاهل بالبيت، لازم يكون في نصيحه. بنتمنى السلام للجميع، لازم يكون من قبل الجميع. ان شاء الله ما حدا بيصير له شيء بهيدا العيد ويقضوه بصحه وسلامه. نتشكرك كثير دكتور علي بركات على وجودك معنا وعلى هيدي المعلومات، نورت صباحنا وعيدك مبارك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. كل سنه وانتم سالمين يا رب.